يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الفاتحة فتح الله لك رسول الله ولكم.